اولا مرحبا بك شاف شعيب، شكرا على الحضور ديالك معنا. دوريني يعني اش اخبارك، واش اخبار الشوكولا في المغرب؟ هو الشوكولا في المغرب مزيانه الحمد لله، شوكولاتي لا طوندونس دابا في المغرب، لان المغاربه تبارك الله عندهم ذوق راقي ومازال كيبدعوا في الشوكولا. اكتيالمو في رمضان الشوكولا شويه خدات واحد البوز، مي ان شاء الله المناسبات جايين، مناسبه العيد وكاين الاعراس، كاين حفلات، كاين بزاف ديال المناسبات اللي الشوكولا كتستهر في المغرب، كتستهر مزيان، والمارشي ديال الشوكولا الصباح مفتوح على الصعيد الوطني، وهذا كيفرح على انه المغاربه غادي يبداو ياكلوا واحد الشوكولا اللي هي بيغمون ريال، شوكولا اللي هي فري، وغادي نخرجوا على داك الاطار ديال الشوكولا ايميتاسيون، وان شاء الله المغاربه كلهم غيتمتعوا بالشوكولا، والفضل كيرجع للناس اللي كيشجعوا هذه البادره ديال انتشار عالم الشوكولا في المغرب والعمل على التطوير ديالو. بالنسبة للشوكولا ديالك الشيف شعيب يعني سبيسيال ماشي عادية، خديت يعني شوكولا الإيطالية وضفتي ليها نكهات مغربية 100%، يعني بحال نقدر نقولوا أنك عطيتيها هوية مغربية، دورينا على هذا الإطار. فكرة جميلة جدا، هو على أنه أنا حاولت ناخذ الشوكولا البلجيكية ونعطيها الجنسية المغربية، أنا معروف بالشوكولا بنكهات مغربية، وهذا الشيء كان حاولت نخدم عليه واحد المدة طويلة من خلال الهجرة ديالي للولايات المتحدة الأمريكية وتلقي لعدة دورات تدريبية في الديار ديال الشوكولا في لا بلجيك سبيسيالمون في بروكسل، وهذا هو اللي خلاني نمشي في هذا الجانب والاتجاه ديال الشوكولا البلجيكية بمذاقات مغربية، والحمد لله على أنه نجحنا فيها. والمحل ديالنا اللي هو الموند شوكولا اللي كان نستدعي كاع الهواد الشوكولا ومحبي الشوكولا يجيو يذوقوا الشوكولا بمذاقات مغربيه عندنا. بالنسبه للشوكولا بمذاقات مغربيه يعني واش كتمشي حتى في الخارج او لا غير في المغرب عندنا؟ يعني حنا اللي كنعرفوا هذه المواد اللي كتخدم بها. حاليا حنا ما عندناش محلات خارج الوطن، ولكن عندنا زبناء خارج الوطن، عندنا ناس اللي كيجيو من جنسيات مختلفه وخصوصا الجنسيات الفرنسيه اللي كيجيو ياخذوا الشوكولا ديالنا وكيعطوا هدايا للاصدقاء ديالهم. ومؤخرا وصلتني الاخبار على انه الشوكولا ديالنا ديال موند شوكولا وصلت لدبي كهدايا، وهذا كيشرف وكيسر. شيف شعيب يعني كيف ما كنعرفوا انت بحال كاع المغاربه، يعني الناس تضرات بزاف من الغلاء ديال الاسعار المواد الاوليه اللي كنخدموا بها، يعني واش هادشي وصل حتى الشوكولا او لا؟ طبيعه الحال الشوكولا حتى هو خدا الجانب ديالو من هذا الغلاء، لان الشوكولا في حد ذاته السعر ديالو طلع، والمكونات اللي كنزيدوها حنا باش كنصنعوا لي بونبون شوكولا السعر ديالهم طلع، ولكن حنا ما زدناش في الثمن بحال قلتي، على انه قسمنا حنا هذا الغلاء، حاولنا نقصوا من لا مارج ديالنا من الربح ديالنا باش المواطن المغربي والكونسوماتور محب الشوكولا يبقى يتمتع بهذا الشوكولا بنفس الثمن. على ذكر الاثمنه شيف شعيب، يعني بالنسبه لك انت في المحل الاثمنه ديال الشوكولا يعني منين كتراوح حتى لين؟ حنا بالنسبه لنا في المحل عندنا ثمن واحد ديال الشوكولا، حنا ما عندناش جوج الانواع ديال الشوكولا، عندنا شوكولا وحده وعندها ثمن واحد، وهو ثمن اللي في متناول الانسان اللي كيقلب على الشوكولا وكيحب الشوكولا وكيعرف شنو هو الشوكولا، لان هي الشوكولا مع كامل احتراماتي لكاع المستهلكين لا الشوكولا ولا لغيره، فهي الشوكولا في التاريخ ديالها عمرها ما كانت في المتناول ديال الجميع، فهي كانت حكر على واحد المجموعه ديال الناس والنبلاء كما قلت، على انها مثلا في المملكه الاسبانيه كانت حكر على العائله الملكيه، وانتقلت العائله الملكيه الانجليزيه وكذا انتشرت في اوروبا، ولكن ما زالت ليست في متناول الجميع، ولكن ممكن على انه الانسان ياخذ على القدر ديالو، يمكن تاخذ حنا بالنسبه لنا حنا اي واحد جا بغى يشري شي حاجه نقدروا نبيعوا عليه، ولو اقتضى الامر على انه نبيعوا بواحد الكونتيتي صغيره بزاف ما عندناش اشكال.